الجهاد عند ضوابط وقواعد، وأهمها أن تكون ليه راية واضحة. ربي قال وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله. وربي قال ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. قتل الكفار واجب بصحيح الآية القرآنية. واقتلوهم حيث تقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم. هذا في قتال المعتدي الكافر اللي جاب يحتل بلادك ويخرجك من ديارك، ولا خلاف في ذلك، وكل القوانين تبيح الدفاع عن النفس. لكن ما فيش في ديننا الحنيف ما يبيح قتل المستأمنين من غير المسلمين اللي جو يخدموا في بلادك. في منهم في النظافة، في منهم مهندسين، في منهم دكاترة، بأي حق تستبيح دمهم. وأيضا ما فيش في ديننا الحنيف ما يبيح قتل المسالمين المدنيين من غير المسلمين في بلدانهم. بأمثالك ضاعت فلسطين وأسفاه. إيه علينا وانت ديما تنظر بفلسطين فلسطين فلسطين. دي مدامك تحب فلسطين لهالدرجة، الويل قاعد في ليبيا هوني فلسطين قدامك. لقد اخترت طريق الضلال يا صلاح للأسف، وفضلت مناصرة الكفار على مناصرة إخوانك المسلمين، وحق عليك عقاب الله في الدنيا وفي الآخرة.